نروح للأطفال وهنعرف بقى، يعني عندنا الحقيقة قصص لطيفة جدا عن الأطفال بمناسبة عيد الطفولة. كل سنة وأطفالنا كلهم بخير يا رب. هنشوف دلوقتي تقرير مهم جدا الحقيقة في إطار اهتمام الدولة بالارتقاء بالتعليم الفني في مصر، ووفقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، خصوصا الهدف الرابع منها والخاص بتعليم وتدريب اللي بينص على دعم حصول المرأة على التعليم الفني والتدريب. مجلس السكان الدولي بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارة اليابان وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة قاموا بدراسة عشان يعرفوا أهم الخصائص اللي بتميز الفتيات الملتحقات بالتعليم الفني، وكمان فرص والتحديات اللي ممكن تواجه الطالبات دول وخريجات المدارس دول. هنشوف دلوقتي التقرير ونرجع لكم حالا فقرتنا الرئيسية الأولى. مشاهدينا ابقوا معنا. كلمينا عن دور ومشاركة المجلس في المؤتمر النهاردة. الدور بتاعنا ان احنا شاركنا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في اجراء هذه الدراسة اللي بتبص على الوضع الحالي للفتيات الطالبات وخريجات التعليم الفني في مصر. ومن خلال هذا البحث اللي كان فيه جزء كمي وجزء كيفي، استعان بنتائج المسوح الكبيرة اللي اتعمل قبل كده زي مسح النشأة والشباب والمسح التتبعي لسوق العمل في مصر، بص على ايه هي الاحتياجات، ايه هي ممكن تكون التحديات اللي بتقابل الفتيات في التعليم الفني في مصر، وكذلك ايه هي الفرص. وده الحقيقة كمان كان شيء جميل ان احنا نسمع عن ان في مبادرات كتير قوي بتتعمل من اجل الارتقاء بالتعليم الفني في مصر، فده اللي احنا عملناه. هي الدراسة مش بتتكلم على ازاي بيحصل، احنا الدراسة بتشوف ايه المعوقات، ايه الاسبيريشن او ايه احلام البنات اللي موجودين في التعليم الفني، وايه الاحتياجات على الارض، وازاي نقدر نطور هذا. فخرج خلصت الدراسة لبعض التوصيات. احنا اضفنا ان محتاجين توعية اعلامية او خريطة، يعني خطة اعلامية لتحسين صورة خريج التعليم الفني، يعني خريج وخريجة التعليم الفني. خلينا نتكلم على الحلول اللي مشال عليها عشان نغير الصورة تماما للتعليم الفني في مصر. والحقيقه يعني جهود سبقتني وجهود الوزاره حاليا وجهود اللاحقه، كل ده بنشتغل عشان يعني نغير وجه هذه المنظومه لكي نخرج خريجين من التعليم الفني مكتسبين لمهارات سوق العمل وفق التوجه المعروف دلوقتي في الدنيا كلها انه هذه المنظومه لابد ان تلبي احتياجات سوق العمل. بمعنى ايه؟ انه سوق العمل بيقول لنا الاول هو ايه، هو متطلباته، واحنا كمنظومه تعليم نصيغ هذه المتطلبات والمواصفات في منظومه تعليم وتدريب، ثم ننفذها سويا نحن وسوق العمل في كل مرحله على فكره، ثم يتخرج الخريج وهو بالفعل مكتسب لمهارات سوق العمل. كل ببساطه شديده جدا، معادله بسيطه يعني. احنا دورنا الجهاز المركزي عموما بيعمل ابحاث ودراسات متخصصه عشان بنشوف ايه المشاكل اللي في المجتمع. فمن ضمن الابحاث اللي احنا عملناها كان مسح النشء الشباب اللي هم استندوا عليه النهارده في الدراسه، وده كان 2014. برضو كنا عاملين سوق العمل وده كان 2012. عندنا الكتاب الاحصائي السنوي 2017 وهم استندوا على بيانات منه عشان يشوفوا التعليم الفني في مصر ومدى مساهمة الإناث في التعليم الفني وكده. فدائما كابمس بيساهم بالبيانات والمؤشرات. في إطار فعاليات مؤتمر اليوم واهتمام الدولة بالتعليم الفني في مصر، قد تعرفنا على أهم الخصائص التي تميز الفتيات الملتحقات بالتعليم الفني في مصر، وكذلك أيضا الفرص والتحديات التي تواجهها طالبات وخريجات تلك المدارس. مريهان يوسف، صباح دريم.